والآن نذهب إلى هذا المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في قمة مجموعة العشرين. يعتمد على التكافل والاعتماد المتبادل بين الدول، ولهذا علينا أن ننهض بتعددية الأطراف التجارية. وتم التوصل إلى استنتاجات تشدد على رغبتنا في إصلاح منظمة التجارة العالمية ووظائفها، وضع القواعد وتطبيق القواعد والعقوبات في حال عدم تقديم تطبيق القواعد. الوزراء سيتعاملون ايضا مع منظمة التنمية او اي سي دي، وينبغي ايضا مكافحة سياسات الدعم الحكومي غير المسيطر عليه، مكافحة كل اشكال التشوه الاقتصادي في التجارة العالمية، وتعزيز الاطار متعدد الاطراف. وكذلك عقدنا نقاشات طويلة بشأن القدرات الزائدة. نعم، في الرئاسة الصينية السابقة تم تشكيل منتدى للتعامل مع القدرات الزائدة، وكان هنالك توجه للانتهاء من ذلك، ولكننا طلبنا من الوزراء المعنيين قبل شهر نوفمبر تشرين الثاني أن يعملوا على استمرارية هذه الأعمال. موضوع إذن زيادة القدرات في إنتاج الفولاذ بوجه الخصوص الصلب، عندما يكون هنالك توتر تجاري بين الصين والولايات المتحدة، فإن الضحية هي الاتحاد الأوروبي أوروبا، ونحن نخضع لنتائج هذه الإشكاليات، على الرغم من أنه لا يمكن أن نقوم بأي شيء. ولهذا ينبغي اعتماد العدالة الاجتماعية والاقتصادية. هنا النص سمح بتقدم على عدة مسارات، موضوع الضرائب على القطاع الرقمي، وثانيا موضوع المنصات، ونحن التزمنا نقل كلمة رأي.